كمان اختيار. شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شو هول؟ أحلام أصالة. أنت بتعرف إنه طارق اللي طلقها جوزها طليقها لأصالة طلع قال ما نفوت بالشخصي. شخصي على ال شو بدي هو شو قال؟ نحن هون ما نفوت بالشخصي. الشخصي مش اختاري. لسن كتبها على ال طيب هو كتبها، أنت شو إلك فيها؟ أنا عم بسألك مين؟ كتبها قدامنا، قدام الملايين. يا نضال، طيب أنت مين بتختاري بين أحلام وأصالة؟ طبعاً أحلام، أنا وعدتها. يه 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 وعدتها. طلعوا لي هالفيديوهات يا عمي. يا وعدتها وكتبت المقالة. إيه شو؟ ودخلت أختي وأصحابها اللي هن أصحاب أحلام. كل الكلام اللي حكيتيه على أحلام هيدا هيك راح بشخطة قلم؟ كان رد عليا لأنه قالت عنا بياعين فلافل. يا ريت طلعنا بياعين فلافل، هيدا عراف، هيدي ليلى عبد اللطيف، عشان نشي نبيعه. أكلت اللي أكلته من كل اللبنانيين، ما ضل حدا ما واجهها. أنت خربتي عليها. أنا مش كلام كتير مؤذي وكتير نابي. أنا ما حرضت عليا، أنا قلت رأيي، انطبعوا كلهم، عملوا واجباتهم معه. بس أحلام حقيقي على الصعيد الشخصي كتير طيبة وأقل. ليش ما كنت علاقتك بأصالة ما كانت كتير طيبة؟ ما أصالة كانت صديقتك الشخصية يا نضال. ما كانت صديق شخصية. صديقتك الشخصية نضال، ما المشكلة إنه في ذاكرة العالم ما بتنسى. يعني انت بتتنقلي حسب مودك وعلاقاتك بالناس. توني يعني انت صديق شخصي، هولي منهم اصدقاء. أصالة شخصيين. كانت من الاصدقاء الشخصيين. مش مزبوط. أصالة فايتة على بيتي مرة، مقعدتها بالصالون، ممنوع تفوت على اي، على الانتريه ممنوع. انا مش داخلي بيتها، كيف بتكون صديقتي؟ نحن ما في شيء بيناتنا، التقينا بلندن مرة، ومرة فايتة على يعني ما بدون تفاصيل. خلينا بالسؤال المحرج، شكل برنامجك في بعد شو بعد ما انا بختار احلام، واحلام راقيه بكل ما رغم كل شيء اللي عملته فيها اصاله بمواقف معينه، مش بموقفها من لبنان، موقفها من لبنان تربت نضال. وفي دعوه انا وياها على فكره في محاكم. كلام اللي انقال على احلام ما بينقال، اللي قلتيه ما بينقال. انه بتتروق بقره ما بينقال. يعني ما بدي اقوله. ما بدي تقوليه، ما بدي تقوليه، بس انه هلا صرت طيب تتروق خروف. اختيار اخر، خلاص اختيار اخر.